اهلا بكم يا مهند. اليوم احنا في الايفنت الخاص بالسيارات الكهربائيه في ابو ظبي لحلبه الياس اللي هو الياس ايلاند. عندنا طبعا كل السيارات الكهربائيه اللي موجوده، تسلا، بورشا، مرسيدس، طبعا هتشوف الشيفروليه البولت موجود عليها، والتراك اللي زي ما شفنا قدامنا. كل المشتركين في الاكسبيرينس هيجوا يجربوا سيارات كتير من الكهربائيه. تطلع طبعا هي تسلا، وقابلنا كريم لوكسري حبيبي مهند من شيفروليه، ومعاكم كريم كمان. شرفنا. اهلا بيك. اهلا بيك. يلا Oh, 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 oh
استلمنا الهلمتس عشان نجرب السيارات الكهربائية على الياس مارينا سيركت. استعدوا عشان تجربة الرياضة. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا على التراك تبع المارينا سيركت في سيارتنا الشيفروليه بولت الاي في، طالعين نجرب السياره على تراك لمده نص ساعه انا وزميلي محمد زراندا المصور المشهور. جاهزين؟ جاهزين، يلا. ده شكل الشيفروليه بولت. اختبار البولت في مارينا سيركت، زي ما انتم شايفين الباور، السيارة بتشحن مع الريجنريشن بدل. صديقنا محمد جاهزين جاهزين، يلا.